كابتن محمود الخطيب كمان، ودي الحاجات بقى بتاعت جبر الخواطر و المشاركة الإنسانية الراقية تجاه كل الأطفال حتى والناس اللي بتتمنى إنها تيجي النادي الأهلي، تحب تشوف الكابتن الخطيب، تحب تزور لعيبة النادي الأهلي. فالكابتن الخطيب تلقى طلب من طفل عبد الله هاشم، ده من ذوي الاحتياجات الخاصة، إنه أسرته قالوا إنه عايز يزور النادي ويلتقط صور مع الكابتن الخطيب قدام دولاب البطولات. المهندس محمد سراج عضو مجلس إدارة النادي الحقيقة هو اللي كان على التواصل مع أسرة هذا الطفل وحقق لهم الرغبة في اللي حضراتكم شايفينه، إنه هذا الطفل عبد الله هاشم يكون موجود في النادي الأهلي ويلتقط هذه الصور السارة والمهمة ليه. ده بالنسبة للنادي الأهلي.